مرحبا، يسلم بحفاوة وينتظر رد السلام أيضا. إنه الدب الشمس. أذهل الزائرين هنا بترحابه وقوامه. كيف يمكن أن يكون حيوانا؟ شكك هؤلاء فيما إذا كان دمية لا أكثر. إنه مذهل مثل الإنسان بالطبع. كيف يمكن أن يقف على أطرافه السفلية؟ نادراً ما يستطيع الدب الوقوف. أما رشاقته فقصة أخرى. يقف متأهباً غالباً لاستقبال رواد الحديقة، لكنه لا يسعى إلى الطعام فقط، بل في انتظاره صديق يبدو أنه أقل اجتماعية منه، وبات بشقاوته الأكثر شهرة. يومه مليء بالمهمات، يقف في جولة تفقدية لأحوال الحديقة في الصين، فلا شيء هنا يغيب عن نظره. الدببة الشمسية تحاكي البشر عادة بهيئتها، لكن تختلف المهارات من دب إلى آخر. كهذا مثلاً، فضل الاستجمام لبعض الوقت. غيداء السالم، العربية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.